بيانات مهمة لسوق الكريبتو وتطورات مهمة لعملة البيتكوين. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، بتمنى منك صديقي تلقي نظرة على قناة التليجرام لتشوف أرباحي بنفسك، وما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات اللي نسبة نجاحهم أكثر من 95% صديقي، وبالإضافة لأرباحنا بسوق الفوركس. معكم عمر من قناة عالم العملات الرقمية، وهلا شباب خلينا ننتقل للمحتوى. ظهور بيانات معدل التضخم في أمريكا، وطبعا النسبة 3% أقل من التوقعات. طبعا صديقي نحن بنشارك بأخبار السوق على قناة التليجرام. كانت بيانات التضخم مؤشر لارتفاع البيتكوين، بما أنه نسبة التضخم منخفضة باقي عنا 14 يوم على قرار الفيدرالي لرفع الفائدة. إذا صديقي مع التوقعات بعدم رفع الفائدة ممكن نشوف ارتفاع بالبيتكوين. أكيد شفنا تذبذبات مع صدور البيانات. صديقي أنا خبرت الشباب عندي ابتعدوا عن الصفقات العقود الآجلة وانتظرنا فرصة مناسبة للدخول. طبعا مع ظهور البيانات ارتفع البيتكوين ل30900 مع فشلنا لكسر مناطق 31400. إذا صديقي للأسف ما زلنا داخل هاي القناة العرضية بتداول جانبي، لكن صديقي البيتكوين على المرحلة اليومية قوي، ومع انخفاض ضغط البيع ما زلنا محافظين على مناطق 30000، وهالمنطقة هاي أثبتت صلابتها لمدة شهر على التوالي. وطبعا البيتكوين صعودي بامتياز كسرنا الى مناطق المقاومة، مسألة وقت مو اكتر. صديقي البيتكوين حاليا بعملية تجميع بمناطق 30000، افضل المناطق للدخول صديقي اذا اعطاك السوق فرصة مناطق 29900 الى 30200. صديقي اذا كنت انت مبتدئ بسوق الكريبتو التزم بالستوب لوز، ولا تنسى تنضم لي على الرابط باسفل الفيديو لحتى يصلك كل جديد. صديقي اذا عجبك المحتوى لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك، وضروري تفعل زر الجرس حتى يصلك اخر تحديثات السوق. والى اللقاء ودمتم سالمون.